ذكرى بحق تعبر عن ألم، ولكن هي فعلا منطلقات لأمل للجزائريين، أمل ترتب عنه ثورة مسلحة ثم استرجاع للسيادة الوطنية، ثم نحن اليوم ننعم في كنف هذا الاستقلال الذي كان ثمنه غاليا وعزيزا، هي دماء الجزائريين. وجب علينا وحق علينا أن نعتني أيما اعتناء بهذه المحطات التاريخية، لا سيما التي تعبر بحق عن اللحمة الوطنية، عن تلك الروح الوطنية، عن ذلك المسار الذي نفخر به ويتوجب علينا تمجيده، لأنه يمثل فخر الجزائريين. عندما نرجع بذاكرتنا لا نستقي منها إلا ما نعتز به كجزائريين، لأنه مسار نضال وكفاح على كل المستويات.